بقول لك ايه، انت كنت مسجل حاجه لاحمد عامر قبل ما نخش الهوا؟ لا كنت مسجل له حاجه؟ ما عشان الناس بقى، معلش عشان الناس، معلش خلاص. بص انت ايه، اصل دول اخواتنا واهلنا طبعا. ايوه ويعني حبايبنا. لا وانا كان صوتي فيها حلو كمان. فانت انتوا كنت مسجل له ايه واعلنها على الهوا كده، قربها من المايك، قربها من المايك عشان بس الناس، ما هو اصل وده كلام بيني وبينه محدش عاوز، هو مش عاوز حد يعرفه. لا ولغه ما حدش يفهمها الا احمد. بس عادي الجمهور يعني عادي؟ لا عادي، ده اخواتنا. واتفضل ناصر مسجل لاحمد سمير عامر يا جماعه، نشرح له الشفره. هنشوف دلوقتي الاسرار اللي ما بينهم ايه. اتفضل يا استاذ. خناقه دي موضوع. انا هنا كنت زعلان منك قوي على فكره، بس عشان الناس بس. انت عارف كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له هو انا في ديك الساعه؟ لان انا خريج حقوق. بس عشان معلش يا احمد انا اسف. هو طبعا ولا يهمك حبيبي، بس انا ما عدتش اقول لك اسرار تاني. لا يا باشا ما عدتش، ايه ما عدتش دي؟ يعني هو ده كلام يتقال قدام بقى يونس بقى قال كده، ويعني هعمل ايه طيب؟ اقول له لا يونس. يلا الناس يونس. طيب السؤال دلوقتي لمسلسل انا بس نادر برضو مسجل له، بس هو ما كانش واخد باله. انا بس عايز اساله سؤال، هانت عليك العشه؟ بقول العشه كنت مسجل لنادر برضو، بس يعني يونس عشان ما ينفعش اقول لسمير ونادر لا معلش. يا يونس ده في سؤال ليك انت يا نصر، تخيل ولا ايه؟ في سؤال ليك انت للنصر تحديدا. يعني انا هقول يا نادر واسمعه. اتفضل اتفضل سمعه. يلا 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 يا نصر. ده مين اللي كان بيتكلم؟ نادر. ما انا ما رضيتش. بس لا قول مين. بقول لك نادر. نادر انت اللي كنت. ايوه ايوه ده تسجيل صوتي. كان تسجيل صوتك. يا نادر انت بتعترف كده على طول؟ انا اسف معلش. كان ساعتها معترض على حاجه قالها له نصر. قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ نصر قال له مان عادي. قال لي لا. هو بيسجلها ازاي؟ تسجيل مكالمه ولا هو احنا قاعدين انتوا قاعدين؟ لا واحنا قاعدين كده على طول. فانت في الخباثه كده بتيجي مطلع ومسجل؟ بصراحه. خلي بالك مسجل لك مش عاوز اطلعه. مسجل. طب اقول لك على حاجه، اظهر له الصوت بتاعه. لا سجل. لا لا اللي انت عارفه. لا بقى يلا يا باشا. بص هيعمل مسجل لك. طب بص انا مش هقعد معاه تاني. اصل محمود ما يعرفش انت كده بتكشفني. انا اصل امبارح انا سمعت الناس اللي قالوا محمود بصراحه. لا والله بصراحه بصراحه خلاص. طب كنت سعداوي مسجل له حاجه؟ لا 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 ما ينفعش نسمعها خالص.